السلام عليكم حياكم الله انا ركان ورجعنا من جديد وهذه المره مع اهم المسلسلات والافلام اللي راح تنزل في شهر مايو ويلا نبدا في البدايه يا جماعه عندي طلب مره بسيط يعني الموضوع ما راح ياخذ منك ثواني في حال ما كنت مشترك بالقناه يا تشترك وتفعل جرس التنبيهات وتقيم المقطع بلايك في حال اعجبك المقطع او ديسلايك اذا ما عجبك وتذكر لي ليش ما عجبك هذا المقطع وقبل لا اتكلم عن افلام ومسلسلات شهر مايو خلونا نتكلم عن افلام ومسلسلات شهر ابريل وش اللي شفتوا منها يا جماعه بالنسبه لي شفت الحلقتين الاولى من مسلسل ذم اللي نزل على امازون برايم وبكل امانه ما عجبني مرة وما تحمست اني اكمل المسلسل شفت كذلك شادو اند بون بالكامل سويت عنه مراجعة هنا بالقناة شرحت الفرق الجوهري بين الكتب وبين المسلسل وبنفس الوقت سويت مقابلات مع الكاست الممثلين ومع الكاتبه لي باردوغو. كذلك شفت ثلاث حلقات من مسلسل مير اوف ايست تاون، واحد من مسلسلات اتش بي او اللي نزلت في شهر ابريل، مسلسل قصير مكون من سبع حلقات يعني باقي اربع حلقات وينتهي المسلسل. مسلسل رهيب ورائع وما زلت عند رايي انتظر هذا المسلسل لين ما ينتهي او على الاقل لين ما تبقى الحلقه الاخيره وتابع المسلسل جلسه واحده، اما الافلام فبكل امانه ما شفت الا فيلم مورتال كومبات كذلك سويت عنه هنا مراجعه بالقناه وباقي الافلام ما تحمست لها وما كان عندي وقت اني اشوفها الان السؤال لك عزيزي المشاهد هل شفت شيء في ابريل من افلام ومسلسلات يا ريت تشاركني تحت في خانه التعليقات اما الان خلونا نبدا مع مسلسلات وافلام شهر مايو المسلسل الاول معانا واحد من المسلسلات الضخمه اللي راح تنزل في شهر مايو مسلسل دراما واكشن ومغامره من انتاج شبكه نتفليكس بعنوان جوبيترز ليجاسي الموسم الاول من هذا المسلسل مكون من ثمان حلقات وتدور احداث المسلسل عن الجيل الاول من الابطال الخارقين اللي بعد مرور قرن كامل مية سنه على اداء مهمتهم الان اتى الوقت لتوريث هذه القوه للجيل التالي الجيل الصاعد ومن هنا يبدا الصراع بين الجيل الصاعد الجيل الجديد وكل واحد يحاول يثبت جدارته على حساب الاخر كذلك المسلسل من اخراج مجموعه من المخرجين اللي اشتغلوا على عناوين ضخمه اسمع ذا بانيشر ذا ويتشر، دير ديفل فكاتب جيد مخرجين اشتغلوا على اعمال ضخمه وقصه واعده المسلسل راح ينزل يوم الجمعه 7 مايو اتوقع انه نزل بالتزامن مع نزول هذا المقطع او ممكن ينزل بكره ما ادري صراحه بس انا متاخر بشكل عام المسلسل الثاني معانا مسلسل من انتاج امازون برايم مسلسل تاريخي ودراما بعنوان The اندر جراوند هذا المسلسل راح يكون مسلسل قصير مكون من عشر حلقات زي ما قلت درامي وتاريخي وتدور أحداثه حول شابة تدعى كورا تقرر الهرب من العبودية ولما بحثت عن الرواية وجدت أنها فازت بعدد كبير من الجوائز وحققت الأعلى مبيعا حسب صحيفة نيويورك تايمز والمسلسل من إخراج المخرج الأوسكاري اللي فاز بجائزة الأوسكار عن فيلم مون لايت باري جنكنز الجدير بالذكر مسلسل الانيميشن لوف ديث اند روبوت قادم بشهر مايو بموسم ثاني بتاريخ 14 مايو وما ودي اتكلم صراحه ولكن ديفيد فينشر مجهز لنا مفاجاه حسب كلام الكثير في هذا الموسم، كذلك الموسم الثالث من مسلسل ماستر اوف نن قادم بشهر مايو ولكن ما ندري متى، والجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل لوسيفر قادم كذلك بشهر مايو وتحديدا بتاريخ 28 مايو. وبكل أمانة شهر مايو ما هو بشهر مسلسلات شهر أفلام أكثر لذلك شف قائمة الأفلام اللي راح تنزل بشهر مايو الفيلم الأول واحد من الأفلام المنتظرة فيلم جريمة ودراما وغموض بعنوان The Woman in the Window أو السيدة على النافذة والفيلم مبني على رواية شهيرة تحمل نفس الاسم وبشكل عام تدور أحداث الفيلم حول طبيبة أطفال نفسية مصابة برهاب الأماكن المفتوحة وهذا المرض يخليها تجلس في شقتها معظم الوقت الأمر اللي خلاها تشوف بالصدفة جريمة قتل الشقة المقابلة الفيلم من بطولة إيمي آدمز وغاري أولدمان وراح ينزل على منصة نتفليكس بتاريخ 14 مايو كذلك من الأفلام المنتظرة هذا الشهر فيلم الأكشن والجريمه والرعب فيلم زاك سنايدر ارمي اوف ذا ديد او جيش الموتى وزي ما قلت هذا الفيلم من اخراج المخرج المحبوب اللي قدم لنا قبل فتره بسيطه تحفه جاستس ليج المخرج زاك سنايدر وتدور احداث هذا الفيلم بعد ما انتشر الزومبيز في مدينه لاس فيغاس ولكن بطريقه مختلفه كيف مختلفه انا بقول لك كيف مجموعه من المجازفين راح يدخلون للمنطقه المحظوره لتنفيذ عمليه سرقه ضخمه جدا فوش راح يصير لهم الفيلم قادم بتاريخ 21 مايو كذلك من الأفلام اللي متحمس لها في شهر مايو واللي راح أشوفها بالسينما إن شاء الله بإذن الله فيلم الأكشن والجريمة ذوس هو وش مي ديد الفيلم من بطولة النجمة المحبوبة أنجلينا جولي ومن إخراج المخرج تايلر شاردن اللي قدم لنا تحفة هيل أور هاي ووتر وتدور أحداث الفيلم حول طفل يشهد عن طريق الخطا جريمة قتل، ويجد نفسه مطارد من مجرمين توأم، وأعتقد أنه هذا الفيلم راح يكون من أفلام العيد وراح يتوفر عندنا في السينما بتاريخ 13 مايو، ليش أفلام العيد يعني بيكون عليه رجل أو الناس راح تحضره بكثرة. كذلك من الأفلام اللي متحمس لها في شهر مايو فيلم "راث أوف مان"، وأسباب حماسي لهذا الفيلم تتلخص بأمر وحيد واللي هو أنه هذا الفيلم من إخراج المخرج اللي دائما أقول للناس إني أحب أفلامه "جاي ريتشي نعم فيلم اكشن من بطولة جيسون ستاثام ولكن اعتقد انه جاي ريتشي راح يضيف لمسته وتحديدا بطريقة الكتابة الفيلم كذلك قادم بتاريخ 13 مايو ف13 مايو الحين صار عندنا ذوس هو وش وراث اوف مان كذلك من افلام العيد اللي راح تكسر البوكس اوفيس بكل تاكيد فيلم فاست اند فيوريس الموسم التاسع ما يحتاج اقول لكم القصه وايش راح يصير الفيلم قادم بتاريخ 20 مايو كذلك فيلم كرو ولا قادم من ديزني وهذه المره لايف اكشن من بطوله ايمستون وراح يكون متوفر في صالات السينما بتاريخ 27 مايو والجزء الثاني من فيلم الرعب اكوايت بليس قادم كذلك بصالات السينما المفترض بتاريخ 28 مايو ولكن ما ادري اذا راح ينزل عندنا بالسعوديه بهذا التاريخ او لا اما محبي الانمي فاكيد عيدهم هذه السنه عيدين مع توفر فيلم ديمون سلاير بتاريخ 13 مايو فبكل اختصار شهر مايو شهر الافلام افلام كثيره راح تنزل سواء على منصات البث الرقمي او حتى في صالات السينما فلاي فيلم انت متحمس واسف على ضرب المايك، وفي حال طوفت او ما ذكرت واحد من المسلسلات الضخمه اللي راح تنزل في شهر مايو، يا تشاركنا تحت في خانه التعليقات المسلسل اللي راح ينزل وانا ما ذكرته، وبشكل عام شاركنا المسلسلات والافلام اللي راح تتابعها في شهر مايو، واشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات، لايك اذا عجبك المقطع لايك اذا ما عجبك هذا الشكل والله، <applause> واذكر لي ليش ما عجبك، تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي يشرفني صراحه، تويتر وسناب والانستغرام، كان معكم راكان، اشوفكم المقطع الجاي، سلام.